مساء الخير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يمكن هنا من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي بالرواسب التغطيه والمتابعه الحصريه لفريق النادي الاهلي والذي يستعد بكل جديه وكل قوه لمباراه القمه امام فريق نادي الزمالك من اجل المزيد من ارقام قياسيه ومن اجل مزيد من العديد من الالقاب وامور كثيره جدا يسعى اليها الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري والعديد من اللاعبين في هذه المباراه، رغم ان بطوله الدوري العام انتهت بشكل رسمي والاهلي يعني في فارق كبير جدا من النقاط عن اقرب المنافسين سواء الاسماعيلي او المصري او فريق نادي الزمالك. كابتن فاروق، عايز اقول لك وانا معاك على الهواء مباشره من داخل فندق قامت فريق النادي الاهلي، يمكن الفريق منذ لحظات قليله انتهى من وجبه الغداء، والكابتن حسام البدري خلال الساعات الماضيه كان هناك العديد من الاجتماعات وهناك العديد من التدريبات وكان هناك مران مغلق ومعسكر مغلق لمده يومين، وفضل الجهاز الفني حتى هذه اللحظات وانا بتكلم معاك كان الفريق بالكامل قائمه الاهلي بالكامل المحليه كانت متواجده في معسكر فريق النادي الاهلي، لكن منذ لحظات يمكن الكابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي بعد طبعا الكابتن حسام البدري ما اعلن المستبعدين، الكابتن حسام غالي بصفته كابتن الفريق يمكن مر على الغرف واخطر اللاعبين المستبعدين من قائمه مباراه النادي الاهلي، يمكن في هذه اللحظات وانا معاك يمكن احمد حمودي غادر معسكر فريق النادي الاهلي، محمد شريف ايضا غادر معسكر فريق النادي الاهلي، ايضا اكرم توفيق غادر منذ لحظات قليله، كل هذه الامور كانت بعد وجبه الغداء مباشره والجهاز الفني ابتدى يحضر وابتدى يشتغل على الجزئيه الاخيره او القائمه النهائيه اللي على تخوض مباراه القمه امام فريق نادي الزمالك. هناك ايضا عدد من اللاعبين المستبعدين، كان قائمه الاهلي اللي ضمت او اللي كانت متواجده في المعسكر كانت حوالي 27 لاعب يا كابتن فاروق، لكن بالتالي هناك حوالي 9 لاعبين هيكون خارج قائمه المباراه النهائيه لان القائمه النهائيه 18 لاعب، لكن اللي خرج في هذه اللحظات وأنا معاك على هواء مباشرة من داخل الفندق ثلاثة لاعبين فقط، أحمد حمود، محمد شريف، أكرم توفيق، هناك أيضا عدد آخر من اللاعبين، لكن هناك حرية لعدد من اللاعبين اللي كان متواجد في المعسكر اللي حابب يكون متواجد مع الفريق ومتواجد في استاد القاهرة ويتابع مباراة القمة من الاستاد هيكون موجود مع الفريق هنا في الأوتيل وهيغادر مع الفريق حتى الاستاد، اللي بيفضل إنه خلاص بعد ما خرج من قائمة المباراة ويفضل إن هو يغادر المعسكر بعد قرار الجهاز الفني، يعني هي مسألة فيها حرية كبيرة جدا لعدد من اللاعبين اللي الجهاز الفني فضل بالتاكيد مش عايز اقول استبعاد فني لكن فضل انه يعتمد على عدد معين من 18 لاعب هم اللي هيكونوا موجودين في مباراه الزمالك النهارده، والاسامي اللي القيتها او ذكرتها في هذه اللحظات يا كابتن فاروق هي بالفعل رسميا خارج قائمه المباراه بالاضافه الى وليد ازارو المصاب وايضا علي معلول اللي النهارده صباحا خرج من المعسكر وكان بيؤدي تدريباته التاهيليه في ملعب مختار التشرين. الجهاز الفني رغم ان علي معلول اصبح جاهز للمباريات لكن الجهاز الفني بيفضل ان يكون علي معلول جاهز اكتر لمباراه الاسيوطي ثم مباراه الترجي التونسي لان هناك بدائل كثيره جدا في مباراه الزمالك النهارده. بالامس كان تدريب فريق النادي الاهلي تدريب مغلق على استاد المقاولين العرب والامطار والجو البارد بالامس للاسف يعني ما اداش الفرصه للجهاز الفني يؤدي تدريب بشكل قوي على ملعب المقاولين العرب، لكن بالتاكيد الجهاز الفني اليوم اللي قبله كان استقر بشكل كبير على التشكيله الاساسيه اللي هيبدا بيها مباراه الزمالك، لكن هو لغايه اللحظات الحاليه بيحاول ان هو يجد تركيز كبير عند عدد من اللاعبين، خلق دوافع كثيره لعدد من اللاعبين، ومع كل مباراة الكابتن حسام البدري بيدفع أو بيخلق عدد من الدوافع للاعبين من أجل المزيد من الانتصارات وكسر الأرقام القياسية. يعني مثلا مباراة الزمالك النهاردة آخر مباراة الزمالك فاز فيها على الأهلي في الدوري العام كانت منذ عام 2007، فبتتكلم في حدود حوالي 11 سنة. فوز الأهلي على الزمالك النهاردة هيكسر الرقم القياسي للزمالك في الستينات اللي فاز بيه على الأهلي لمدة حوالي 11 سنة وكم شهرين أو 3 شهور، فبالتالي أرقام قياسية. أيضا عدد النقاط، الزمالك حقق أرقام قياسية 86 نقطة في دوري موسم 2014. الكابتن حسام ذكر للاعبين ان فوز النهارده النادي الاهلي على الزمالك ايضا الاهلي هيوسع فارق النقاط ويزيد بعدد النقاط عن الزمالك ويكسر رقم الزمالك. النقطة الثالثة، فوز الاهلي على الزمالك النهارده الكابتن حسام قال للاعيبة دي دوافع نفسية ومعنوية عشان عندك مباريات أهم الفترة القادمة، لما تفوز على الزمالك في مباراة ديربي وأنت عندك مشوار في كأس مصر وعندك مباراة الترجي التونسي، كل هذه الأمور وكل هذه الدوافع الكابتن حسام اشتغل فيها مع اللاعبين بالإضافة للأمور الفنية. يعني هي دي الصوره، هي دي الاجواء اللي احنا شفناها مع الفريق خلال الايام السابقه وحتى الساعات الاولى وحتى هذه اللحظات اللاعبين، واكيد الحاله بتبان على الوشوش بالنسبه للعيبه وتركيزها في مباراه اعتقد ان دائما احنا بنستناها وهم كمان كلاعبين بيستنوه، لان بغض النظر انت خدت الدوري بقالك فتره او بقالك 6 اسابيع واخده، لكن المباراه دي بالذات بتبقى تاريخ بالنسبه للاعبين. الوشوش اكيد انت بتقراها محمد من خلال تواجدك، من خلال نزولهم امامك، رايحين مثلا يتغدوا، رايحين المحاضره، الامور بالنسبه للاعبين انت شايفها ازاي من خلال الوشوش والكلام حتى ما بينهم وما بين بعض؟
كابتن فاروق، يمكن هي في جزئيه انا لاحظتها من اللعيبه، وده جزئيه القلق او التفاؤل او الابتسامه او الاستعداد للمباراه، بيبان اكتر في موضوع الفطار او الغداء. اللعيب اللي بتلاقيه مثلا داخل الغداء او مفيش ما بيكملش خمس دواء بيطلع بسرعه. انا سالت عدد من اللعيبه يعني لحقت تاكل، فبيقول لك لا انا بصراحه مركز في المباراه قدر الامكان، بحاول اركز في المباراه اكتر، فمساله الاكل ممكن يكون قلقان فمش قادر ياكل، او مثلا مش مستوعب ان هو ممكن محتاج ياكل كويس او فنتيجه ان هو مركز اكتر في المباراه. عدد من اللعيبه يمكن عايز اقول لك مجرد ما دخل المطعم خمس دقايق بالظبط خرج بسرعه من المطعم. في لعيبه نومها بيبقى قليل ليله المباراه، وده لاحظته من العدد اخر. لكن في جزئيه انا لاحظتها واتكلمت حتى فيها مع اللعيبه الكبيره حسام غالي، احمد فتحي، اللعيبه الكبيره مختلفه نوعا ما حتى في حادثها وحتى في وجودها مع اللعيبه اللي تقدر تقول لي ممكن تكون اول مباراه قمه ليها زي مباراه النهارده. لا اللعيبه الكبيره كان ليها دور خلال الايام الماضيه ان هي تتكلم على اللعيبه ان حتى لو حققت بطولات كثيره، حتى لو فزت بالدوري العام، لكن مباراه قمه زي مباراه الزمالك الجمهور بينزل لها وكانها بطوله خاصه. فده الشكل الخاص اللي انا شفته من اللعيبه، سواء في تناول وجبه الغداء، سواء في ابتسامات بعض اللعيبه، سواء في قلق ويعني احساس اللعيبه انها مباراه هامه جدا فعايزه تظهر بشكل جيد جدا، خاصه ان بتقترب من نهايه الموسم. ففي لعيبه مثلا زي احمد حمزي او كريم نيدفيد بيحاولوا يسعوا مثلا لو المشاركه في جزء قليل جدا من هذه المباراه او حتى نيل الشرف الوجود في التشكيله الاساسيه، وجودهم في هذه المباراه ويعني تالقهم في هذه المباراه بتقدر تقول مولد نجم جديد بيثبت اقدامه ويكون متواجد مع الاهلي كمان في قائمه الموسم القادم. يعني بتختلف، هي عمليه نسبه وتناسب باللاعب واخر. لكن في جزئيه عايز اقول لك عليها، انا يمكن لمستها امبارح حتى في متابعتي مع بعض اللاعبين، مباراه ريال مدريد بالامس امام بايرن ميونخ كانت فرصه جيده جدا لعدد كبير من اللاعبين ان هي تخرج من جو التركيز او من جو ان هي تبقى متنشنه بمباراه القمه، لان امبارح كان في دويتات كبيره جدا بين عدد من اللاعبين. اللاعب اللي بيشجع برشلونه يتمنى خروج الريال، اللاعب اللي بيتمنى ان الريال يفوز بيتمنى يصل النهائي، لكن جزئيه محمد صلاح كانت محور حديث عدد كبير جدا من اللاعبين بالامس، لان امبارح كان في عدد كبير جدا من اللاعبين في الغرف وعدد اخر كان بيتجمع في اماكن اخرى لمتابعه مباراه الريال والبايرن، خاصه الفريق بعد ما انهى التمرين بالامس في ملعب المقاولون العرب كان على طول في فندق الاقامه لمتابعه المباراه اللي انطلقت بالامس الساعه 9 الى ربع مساء. يا كابتن محمد فاروق بشكرك يا محمد، واكيد متابعين معاك اليوم، واكيد لقاءات هتبقى متواجده قبل المباراه واثناء طبعا المباراه هتكون متابع بشكل